فادي قيمة تسويقية كبيرة جدا، وصلت يمكن زي ما بنقول مليار يورو على أرض الملعب. خارج بقى النطاق على العملية التسويقية، عايز أكلمك على نقطة مهمة جدا، عملية إن المنتخب الفرنسي اللي تاني مرة على مستوى البطولات الكبيرة ما بيأديش كورة جميلة، ما بيأديش كورة ممتعة، ولكن نفس الأمر حصل في نهائي كأس العالم 2000 أو في مباريات كأس العالم 2018 حصل عليها المنتخب الفرنسي، بيكرر نفس اللي حصل بأداء متوسط، ولكن النتيجة الفوز كمان بنهائي أو ببطولة دوري أمم أوروبا. هو ديدييه ديشان مش المدرب اللي هتستنى منه إن الفريق يقدم أداء مبهر وإن هو يسيطر على الفريق اللي قدامه ويطوله بالعرض، لا خالص. هو مدرب مش هنقول ان هو متوسط الامكانيات، لكن مدرب عادي، ما هوش مدرب محظوظ. يا فادي انه معاه كوكبه من النجوم دي، ما هو يعني هو شغل سنين برضه في فرنسا اللي عندهم الجيل ده، لكن طبعا في طبعا ان انا يبقى عندي كريم بنزيما في مرحله توهج، مع كيلين امبابي في مرحله صعود مش طبيعيه، مع انطوان جريزمان، معايا بوجبا في نص الملعب، معايا لعيب زي تشاوميني طالع من موناكو لعيب هايل، خط دفاع برضه كويس جدا، مع حارس مرمى كويس طبعا هيجو لوريس، طبعا في نسبه توفيق ونسبه لك ان يبقى كل الجيل ده موجود في نفس الوقت مع بعض. طبعا الفروقات الفرديه بانت جدا، يعني بتشوف فعلا كريم بنزيما بيعيش فتره توهج مش طبيعيه، 10 تجوال في 10 ماتشات في الليجا، وبيجيب جول من زاويه شبه مستحيله. صحيح. هل المدرب هو اللي قال له شوطها ببطن رجلك من ناحيه؟ طبعا لا، ما فيش مدرب يقول له كده، بس ده التصرف الفردي بتاع اللعيب، وده الفرق اللي يقدر لعيب يعمله لك، زي الفرق اللي بيعمله كده امبابي، الفرق اللي بيعمله بول بوجبا. عمرنا ما هنستنى من منتخب فرنسا تحت قيادة ديشان السيطرة اللي ممكن نشوفها من الجيل اللي قدام اللعيبة اللي عنده يعني، ولكن تظل الفروقات الفردية لصالح منتخب فرنسا في أي مباراة ضد أي فريق ممكن يقابله، سواء بقى في النيشنز ليج، في اليورو، في كأس العالم، هتظل الفروقات الفردية زي برضه ما كانت ظاهرة في كأس العالم بشكل مش طبيعي، بابي متألق، بافار كان عامل بطولة هايلة، الفروقات الفرديه دايما هترجح كفه فرنسا. اكيد فرص. لكن قبل ما نتكلم على المنتخب الاسباني اللي في وجهه نظري قدم مباراه رائعه، تعال نشوف انا وانت ارقام واحصائيات المباراه ما بين فرنسا واسبانيا. طبعا فوز المنتخب الفرنسي 2-1 على اسبانيا، الفرص لصالح المنتخب الفرنسي 6 احرز منها هدفين، على مستوى اسبانيا 8 فرص احرز منها هدف واحد. الاهداف المتوقعه كانت لصالح المنتخب الفرنسي 1.1، في على الجانب الاخر منتخب اسبانيا 0.9، يعني تقريبا 1%. بالنسبة للاستحواذ اكيد للمنتخب الاسباني 63 مقابل 37. التمريرات، عدد التمريرات للمنتخب الفرنسي 401 منها 328 صحيحة بنسبة 82%. المنتخب الاسباني كالعادة عدد تمريرات كتيرة جدا، وصل ل 658 تمريرة منها 579 صحيحة بنسبة 88%. التصويبات على المرمى، المنتخب الفرنسي 12 تصويبة، كان بينهم 5 ما بين القائم والعارضة، المنتخب الأسباني 9 تسديدات ما بينهم 4 ما بين القائم والعارضة، عرضيات 6 فرنسا 12 أسبانيا، الركنيات 5 فرنسا 7 أسبانيا. أرقام أعتقد بتقول بنسبة كبيرة جدا ستايل المنتخب الأسباني هو عملية الاستحواذ. وحاجي أتناقش معاك في نقطة مهمة جدا، بيقدم كرة جميلة، كرة استحواذ في بعض الأحيان وصلت لنسبة 70-30 من خلال المباراة، لكن الإفكت النتيجة ما كانتش كل دوت، بينهار أمام دفاعات قوية، وفي لحظة طبعا الامور كلها بتنقلب لصالح المنتخب الفرنسي. ممكن لويس انريكي في الجيل ده منتخب اسبانيا مظلوم ان هو ما عندوش العناصر الهجوميه اللي كانت متاحه لسابقيه. بقى نتكلم ميكيل اورزابال لاعب صاعد، بابلو سارابيا صاعد، من نص الملعب بيجي جافي، بيجي بوسكيتس، لعيبه برده ما هياش بوسكيتس يعني فعلا عمل شكل هايل جدا، وكان جنبه في نص الملعب جافي لعيب كبير جدا على الرغم ان هو 18 سنه، لكنه قدم مباراتين هايلتين قدام في قبل النهائي وفي النهائي، ولكن هو مظلوم. لو نفتكر فتره لويس انريكي كانت الناس بتقول لويس انريكي مدرب عادي زي ما بنقول على ديشان دلوقتي، لانه كان معاه الام اس ان في برشلونه، ميسي ونيمار وسواريز، لكن الفريق ده كان تكتيكيا قوي جدا، بوجود كمان كان موجود بوسكيتس، تشافي، انيستا، كان فريق قوي جدا. ممكن هو مظلوم ان هو ما عندوش العناصر الهجوميه اللي تصنع له الفارق في الوقت الحالي، لكن مع الوقت ومع الصبر على لويس انريكي منتخب اسبانيا ممكن خلال كاس العالم اللي جاي هيبقى كيان مرعب جدا لاي فريق.